الفنانة الجميلة انجي المقدم، برحب بيكي وببارك لك على صفية. الله يبارك فيكي، متشكرة. انتي منورتي الدنيا وما شاء الله دورك كسر الدنيا، وكنا كلنا شفناكي بشكل جديد. الحمد لله. دور صفية بقى وفكرة عمل بنت صعيدية، وقولي لي تفاصيل الدور وقولي لي الصعوبات كمان اللي واجهتيها. كان نفسي في حاجة زي دي من زمان، كان نفسي اخرج بره كده عباية البنت مش ارستقراطية بس يعني مستوى اجتماعي معين. فاول لما جالي صفية بصراحة ما ترددتش لحظة، وخصوصا ان هو مع مخرج مهم ومع نجم كبير ومع فريق عمل كله موهوب ومحبوب. وكانت صفية بقى. وجهة نظرك نهاية السقا لما قتل حبيبته عشان اخته ده نهاية منطقية في زماننا ده؟ الناس قناعاتها مختلفة، يعني واحد خلاص تعود على القتل، وكان طول الوقت متمسك بأخته، طول الوقت متمسك بعيلته، بالنسبة له ده يمكن شيء منطقي. انت كمان يا صفية فكرة ان انت تنتمي من اخوك عشان حبيبك. هو بس ما كانش عشان حبيبها على فكرة، يمكن ده ما وصلش قوي، بس يا صفية كانت بتنتمي اكتر على عمرها اللي ضاع. صدقت اخوها كتير ومشيت وراه، وفي الاخر حست ان عمرها كله ضاع. حبيبها مات واتقتل، هي ما اتجوزتش، اتطلقت بطريقة مهينة جدا، خسرت اختها واخوها في نفس الوقت. فهي فعلا كانت بتنتقم على عمرها اكتر من على شخص بعينه. يعني الناس متخيله ان انت فعلا بتكرهي احمد السقا. طبعا يا جماعه، معقوله ده تمثيل؟ لا طبعا. صفيه بتقضي الصيف ازاي؟ مع ولادي وجوزي، غالبا معظم الوقت في الساحل او يعني في السواحل عموما، يعني على البحر. اخبار ليله رأس السنه الفيلم؟ الفيلم ان شاء الله المفروض كان ينزل في شهر 7، بس ما مش عارفه هيحصل ولا لا، لسه متعطل شويه في الرقابه.